اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 13/6/2023، وتعالوا نشوفوا اسعار العجميات البقري اللحم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه. كانت العرض يا جماعه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله المضحيين هجموا على سوق ابو حمص. صباح الخير يا معلمي. الله اكبر. الاسعار عامله ايه النهارده؟ اسعار حلوه والله، والسوق 100% والعالم كسبان يا ابو كله كسبان يعني الله. ربنا يبارك العالم كلها تطلع كسبان. بيع اللحم اهو ب 145، انت عايز ايه بعد كده؟ 145 بسم الله ما شاء الله، قايم كده بسم الله ما شاء الله. ما فيش 150؟ لا، في الذكر. الذكر 150 ايوه، والعلم والنتايج والعلم هتعيد ببلاش. العلم هتعيد ببلاش. الله اكبر، الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي لنا السيس يا رب. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباح الخير يا معلمي. صباحك ابيض. عامل ايه يا العجمه دي؟ بكام والله؟ 30,000. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. يعني كسره قد ايه طيب؟ كسره جو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. يعني الله اكبر على المال. 30,000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. حضرتك تاجر ولا جناح؟ جناح. الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. يعني العجميات البقر اللحم يا جماعه في سوق ابو حمص، اللهم صل عليك. يعني ربنا يبارك للناس كلها. الله اكبر. دبابه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. يعني الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. صباحك ابيض. عامله ايه الدبابه دي؟ الدبابه ديت اي ب 57,000. 57,000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تاجر حضرتك ولا جناح؟ 50 كيلو. 450؟ اه والله موزونه بقى. موزونه 450 كيلو يا جماعه، عجميه. كسره قد ايه طيب؟ جوز. كسره جوز، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. 450 كيلو، اللهم صل عليك يا نبي. دبابه يا جماعه، صلاه النبي عليه. حضرتك تاجر ولا جناح؟ تاجر. الله يبارك لك. عرفنا باسمك طيب؟ يا ابني بتتعب. انا غلاب يا ابني، بشوف شكله يقول لك ايه بالامان. يقولوا 40 يسار، يقولوا 40. بقول لك هبط العمل. حب يقولوا يقولوا عمل بقى يا صاحبي. الناس يقولوا السوق رخيص. قولوا السوق رخيص. ليه بس كده؟ ما التجار اللي عايزه تهبط العمل عشان خاطر ايه؟ تريح العمل من المربي عشان يشتري الخيل. واخد بالك يا حاج؟ صح ولا غلط؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. دبابه يا جماعات، بسم الله ما شاء الله، ربنا بارك للمال واصحاب. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. ان شاء الله عزتنا 60,000 من عند الله. بسم الله ما شاء الله. على النبي بالصلاه. على مالك؟ صلاه النبي عليه والله. الله يبارك لك، اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه، صلاه النبي عليه، ربنا يبارك للمال واصحاب. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. كفر الدوار وتجار كفر الدوار. طبعا كله غالي. مفيش حاجه بتلو النهارده ولا كله لحم النهارده؟ لا كله لحم. كله عايز يعيش. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيرها يا معلمي؟ اه معايا تحت. تحت معاك يعني. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاك برضه. 012-2-012-2-7-7-7-4-9-4-9-6-1-3 6-1-3 الاسم والمكان؟ عبد الله عبد الستار نعمه الله. معلم عبد الله عبد الستار نعمه الله ابو حمص، الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ان شاء الله، اللهم صل عليك. هنشوف الراي الحلو اللي بهبط العمل ده، الراي المحترم عايز الدنيا ترقى. الله يقويك. صباحك ابيض يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. عامله ايه يا مديع؟ عامله 38. 38,000 بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حضرتك تاجر ولا جناح؟ تاجر وجزار. الله يبارك لك. كفر الضواء؟ ابو حمص. ابو حمص، الله يبارك لك. جزارين بلدنا، الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. يعني شغال في اللحم لو حد عايز حاجه؟ طب ادينا رقمك برضه لو حد عايز حاجه تواصل معاه. اكتب 03 وحي 03 وحي 64 30 30 475 475 يعني ابو طحون المعلم احمد عبد الكريم العوامي كوم سوان ابو طحون. الله يبارك لك ابو حمص. مركز ابو حمص. يعني لو واحد عايز ربع تبيعها موجوده برضه؟ موجوده حتى ان شاء الله. كيلو واحد. كيلو واحد. الله يبارك لك يا غالي. صباحك ابيض ان شاء الله، الله يرزقكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. يا رب يصلح حال العالم كله.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الله يكون الاشتراك لقناه المعونش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، وكل عام وانتم بخير بمناسبه العيد الاضحى المبارك. ربنا يجعله عيد سعيد على امه محمد عليه الصلاه والسلام داخل مصر وخارج مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.